بسم الله الرحمن الرحيم. والثانية ص أحسنت. أحصنت. أحصنت. س أحسنت. ص يصحبون. يصحبون. س يسحبون. 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 نعم. أصروا. أصروا. س أسر. أصروا. ص عسى. ص عسى. س عسى. س ص ص صالح. 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 أو صلح. صلح. أها. س سلح. أحسنت. أحسنت. المجموعة الأخيرة الثالثة. مصعب تفضل تعال معنا. حرص. حرص. س حرس. را. ص قميص. 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 س خميس. ص مس. مص. مص. س مس. س ص كاميرات موجهة عليكم. س تتكلمون أمام الكاميرا تماما انظر. ص وجهك. نقص. س نكص. نكص. س نكسة. رائع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. والصافات صفا. فستبصر ويبصرون. يا بني أقم الصلاة. يا بني أقم الصلاة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. والصادقين والصادقات. والصادقين والصادقات. والصابرين والصابرات. والخاشعين والخاشعات. والخاشعين والخاشعات. والمتصدقين والمتصدقات. والمتصدقين والمتصدقات. والصائمين والصائمات. واقصد في مشيك. واقصد في مشيك. واغضض من صوتك. واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لصوت الحمير. لصوت تلاوة الآيات. من يخرج؟ تعال يا سعود تفضل.
واستعد يا مجاهد أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ما شاء الله. مجاهد تفضل. شكرا لك. والصفات صفا. حسبك يكفي. شكرا لك. تفضل مجاهد أكمل. أعوذ بالله. فستبصر. ويبصرون. واصبر على. واصبر على ما أصابك. والصادقين. في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم. من يخرج أيضا؟ أرحان. هات يا أرحان. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رائع ما شاء الله. أيضا من يخرج أيضا يتابع؟ سعيد تعال. من سعيد تفضل. من كتابك؟ لا مشكلة. تفضل أخذ الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فستبصر ويبصرون. واصبر على ما أصابك. شكرا لك. جزاك الله خيرا. أيضا من يتابع تعال يا مصعب. قرأت أنت مصعب؟ خرجت قبل قليل. من يتابع أيضا؟ من يقرأ؟ تعال يا حمزة. والصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. رائع ما شاء الله. أحسنت. جزاك الله خيرا. لدينا نصوص الفهم. نص الفهم المسموع، النص الأول في الوحدة السادسة. نعم. اسمع جيدا، استمع، ثم ضع الرقم في المربع المناسب. تضع الرقم في المربع المناسب. اسمع جيدا. حسن يصلي الفجر في البيت. حسن يصلي الفجر في البيت. نعم. أي واحدة؟ الصورة الأولى أم الثانية؟ نعم. الصورة حسن يصلي الفجر في البيت، لأن الصورة الثانية.
اثنان، مصطفى يستيقظ مبكرا. مصطفى يستيقظ مبكرا. نعم تفضل. الصورة الأولى وليس الأول. الصورة الأولى يستيقظ مبكرا. هنا خطأ سنضعه هنا من أجل تصحيح الكتاب. نضع المفروض نضع إشارة صح، لا نضع رقم، والأرقام موجودة، نضع إشارة صح أمام الصورة المناسبة. نعم. الثلاثة، هيا بنا إلى البيت. هيا بنا إلى البيت. نعم خضر. الثانية صحيح، الصورة الثانية جميل. أربعة، ضع القرآن بجانبك. ضع القرآن بجانبك. أرسلان، الأولى هذه سورة القرآن. خمسة، المدرسة قريبة. المدرسة قريبة. الصورة الأولى أيضا. نعم تمام حسنت. هذا هو المسجد الحرام. هذا هو المسجد الحرام. عبد الرحمن أيضا الأولى مجددا. إذا نعدل بعض الشيء هنا، لدينا مشكلة في الكتاب تعدل. صوت يا شباب، صوت يا شباب، نع صوت تماما. أعطيني القلم يا يكفي. صفحة تدريب الأول ده السادسة. صفحة 149 تدريب الأول سطر. من هذا القلم لمن؟ طيب نتابع التدريب الثاني. انتهينا جميعا من التدريب الأول وننتقل إلى التدريب الثاني. انتبهوا جيدا. إذا نصل الاستماع الثاني، استمع وانظر إلى الصورة وضع الرقم، وضع الرقم الرقم في المربع المناسب. هنا نضع الرقم، هنا صحيح نضع الرقم، هناك نضع إشارة صح. استمع جيدا إلى النص الثاني، لاحظ معي في النص الثاني هذه. إذا في النص الثاني هذه شجرة. يوجد شجرة هنا في التدريب الثاني. نحن في التدريب الثاني هنا. ممكنها بعيدة جدا. صوتك طيب، لأن هناك مشكلة في التدريب الثالث. نعود إليها في التدريب الثالث.
طيب استمعوا جيدا الى الجمل في تدريب الثاني. ضع الرقم بجوار الصورة المناسبة. انتبه جيدا. أذهب إلى مكة المكرمة. رفع اليد. أذهب إلى مكة المكرمة. مكة المكرمة. مدينة مكة المكرمة. المدينة ليس المسجد الحرام. لم أقل المسجد الحرام، إلى مكة المكرمة. سعيد. برفع اليد. نعم سعيد، محمد سعيد. إذن هنا مكة، فإذن هنا الرقم واحد. وسأزور المدينة المنورة. وسأزور المدينة المنورة. عبد الله عدنان. وسأزور المدينة المنورة. نعم. باء. إذن باء صحيح. الرقم اثنان باء. صليت الجمعة أو صليت العشاء يوم الخميس في المسجد الحرام. تفضل استقيم. دال. إذن رقم ثلاثة. وسأصلي الفجر بإذن الله في المسجد النبوي. وسأصلي الفجر بإذن الله في المسجد النبوي. أرسلان. ها رقم أربعة. نعم. أعيش مع أفراد أسرتي في بيت كبير. مصعب أو خضر. تفضل. ألف. نعم. إذن هنا رقم خمسة. سأذهب إلى الجامعة عندما أكبر. أرحان. واو. إذن هنا رقم ستة. إذن رقم ستة. نعم. ذهب أحمد إلى مكة بالحافلة. ريان. باء. نعم صحيح. ثلاثة. أحمد في المسجد الحرام يصلي العصر. رقم ثلاثة. أرسلان. تماما. أربعة. يسكن أحمد في بيت بجانب البيت الحرام أو بجانب المسجد الحرام. يسكن أحمد في بيت بجانب المسجد الحرام. ألف أم باء؟ ألف. إذن سؤال أربعة. ألف صحيح. خمسة. يذهب أحمد مبكرا إلى المسجد الحرام لصلاة الجمعة ويقرأ القرآن. سعود. باء صحيح. بقي شيء؟ وضعنا الإشارات جميعا. نعم. الكلام. تدريب الأول.
حوار نتبادله أتبادله مع الطالب. تعال معي يا مجاهد، تفضل. أنا مسافر إلى مكة، إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى مدينة. إلى المدينة. إلى المدينة. سعود، تعال يا سعود، وتعال معنا يا عبد الرحمن. تعال تعال هنا، قف هنا، تعال تفضل. أيضا استمر يا مجاهد، ابقى أنت موجود معنا. وأريد عثمان ويحيى وأرسلان، تفضلوا. تعال هنا، نعم قف هنا، تقدم قليلا يا عثمان. نعم تعال هنا مجاهد، أرسلان هنا أيضا، أرسلان هنا، عثمان هكذا بجوار يحيى. نعم نبدأ من عند عبد الرحمن. نعم. أنا مسافر إلى مكة. أنا مسافر. إلى أين؟ اقرأ تابع. إلى أين أنت مسافر؟ سعود. أنا مسافر إلى المدينة. إلى أين أنت مسافر؟ يا يحيى ها؟ أنا مسافر هنا. أنا إلى تركيا. إلى تركيا. اسأل مجاهد. مجاهد، اسأل مجاهد. إلى أين مسافر؟ نعم نعم. إلى أين مسافر؟ إلى أين أنت مسافر؟ وإلى أين أنت مسافر؟ نعم مسافر. أنا مسافر إلى مصر. إلى مصر. اسأل عثمان. عثمان. إلى أين أنت مسافر؟ نعم. أنا. داخل نبيل. إلى سوريا. إلى سوريا صحيح. اسأل أرسلان يا عثمان. إلى إلى أين أنت مسافر؟ صحيح. رائع. أنا مسافر إلى باكستان. أنا مسافر إلى باكستان. شكرا لكم، تفضلوا، جزاكم الله خيرا. نبدأ من عند خضر، وأقول لك يا خضر وأنت في مكانك، أصلي الجمعة في المسجد الحرامي، أين تصلي الجمعة؟ خضر. أصلي. أصلي الجمعة في المسجد النبوي. رائع. اسأل نثار. أين تصلي الجمعة؟ نثار معنا؟ نثار يسألك مرة عاد السؤال. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد. في مسجدي؟ هنا هنا. مسجد البلال. في مسجد بلال. في مسجد بلال. اسأل نبيل. هيا يا أنا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد العثماني. في مسجدي. في مسجدي. في مسجدي. عثمان. أين تصلي الجمعة؟ أسأل سهيل. أين تصلي الجمعة؟ يسألك. أين تصلي؟ هو يسألك نبيل. يسألك. أين تصلي الجمعة؟ نعم. أصلي الجمعة في مسجدي. ياسر. اسأل ريان يا سهيل. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد السوق. في مسجد السوق. في مسجد السوق. عليك بمستقيم. أين تصلي الجمعة؟ نعم. أصلي الجمعة في المسجد الحرام. في مسجدي. حمزة. اسأل. أصلي الجمعة في مسجد علي. صحيح، أحسنت. التدريب الثاني، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. هذا أذان العصر،
هيا بنا إلى من يجيبني عن السؤال؟ نأتي إلى أرسلان. هذا أذان العصر. أنا أصلي في البيت. نعم العصر البيت. عدنان ومستقيم تفضلوا هنا. تعال عدنان ومستقيم تفضل تعال إلينا. أنا أصلي نعم صلي في المسجد صحيح تفضل شكرا لكما خضر وعمر تعال يا عمر تفضل الظهر المدرسة تعال يا عمر طالب الأول أنت يا خضر وطالب الثاني هذا أذان هذا أذان الظهر رائع هيا رائع جميل أنا أصلي 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 أصه صه أصه أصلي في المدرسة في المدرسة في المدرسة طيب أصلي في المسجد رائع شكرا لكما عبد الرحمن وسعود أيضا ها نعم هذا أذان هذا أذان 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 المغرب هيا بنا إلى الغرفة هيا بنا إلى المسجد نعم أنا مغربي أنا أصلي وأنا أصلي في الغرفة في الغرفة صلي في المسجد صلي صلي في المسجد أحسنتما شكرا لكم سعيد ومصعب تفضل خلاص هات يا سعيد محمد هذا أذان العشاء هيا بنا إلى المسجد أنا أصلي في البيت عبد الرحمن صلي في المسجد إياك وهذا نعم إذا نصلي في البيت لا مشكلة في ذلك نعم لا مشكلة في ذلك السؤال أو تدريب ثلاثة هاتي جملا كما في المثال اسمع المثال جيدا أسمع أذان الفجر في البيت أتوضأ في الحمام وأصلي الفجر في المسجد ويعطينا الجملة نعم مجاهد أسمع أذان الظهر 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 وأصلي الظهر في المسجد في المسجد رائع أرحان العصر الشقة أسمع أذان العصر نعم في الشقة يا في الشقة أتوضأ في الحمام وأصلي العصر في المسجد نعم وآخر واحدة عبد الرحمن أسمع أذان 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 العشاء أذان العشاء في البيت نعم صح صح أتوضأ في الحمام نعم وأصلي الفجر وأصلي العشاء في المسجد وأصلي العشاء في المسجد صحيح شكرا لك أيضا الحوار طالبين يتحاوران في هذا المثال يحاورني في هذا المثال سهيل سهيل تعال معي يا سهيل سألني أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في مسجد طارق وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد في مسجدي أصلي في مسجد ياسر
أصلي في مسجد ياسر من عندك في مكانك يا نثار وخضر. تفضل. الظهر بلال فيصل وأنت في مكانك قفاء فقط. نثار ارجع هات تفضل. في مسجد بلال. وأين تصلي الأكل؟ أصلي في مسجد فيصل. صح. أصلي في مسجد فيصل. سعود ومجاهد. أين تصلي العصر؟ أصلي العصر في مسجد السوق. نعم. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد السوق. أصلي في مسجد الحي. أصلي في مسجدي الحي. صحيح. أرحان وعثمان تفضلا. أين تصلي المغرب؟ أها نعم. أصلي